هذا الشهر الشريف هذه الايام حقيقه من الايام التي يطور الانسان فيها نفسه من خلال الاخلاق يقوي اخلاقه يبدئ الحسنات الى الاخرين ويعلم الناس ايضا فضلا ان يتعلم بنفسه يعلم الناس التراحم والتوادد يحاول ان يكون صادقا مع نفسه ولعله يوفق الى ان يكون من عباد الله الصالحين الذي يباهي الله تبارك وتعالى به ملائكته هذا شهر ندبت اليه قضاء الحوائج ندبت اليه ندب اليه البر الى الناس ندب اليه اشراك الناس بالدعاء وخصوصا نحن في بلاء والدعاء يرد البلاء ولو ابرم ابراما كما في الروايه الشريفه الإنسان مع غض النظر سأتي إلى نقطة أخرى إن شاء الله بعد ذلك مع غض النظر عن الأسباب الطبيعية للبلاء مع غض النظر الأسباب الطبيعية تحفظ لكن طريقة تعاملنا مع البلاء كيف تكون لاحظوا البلاء يأتي على الجميع طريقة التعامل مع البلاء كيف تكون هذه نقطة مهمة ونقطة جوهرية في علاقة الإنسان مع الله تبارك وتعالى إذا حل بنا البلاء كيف نستقبل البلاء نستقبله بحالة من اليأس حالة من الإحباط أو نستقبله بأدوات الاستعداد التي هيئت أو التي هيئناها قطعا نستقبلها بأدوات الاستعداد التي هيئناها من جملة الأدوات نحن أن نقبل على الله تبارك وتعالى نتقيد بما يقول فيه اهل الاختصاص وايضا نكمل ذلك بمقتضى عقيدتنا بمقتضى التزامنا بمقتضى معرفتنا بان الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء فلا بد ان نتعامل مع كل الاشياء وفق مخزوننا المعرفي ووفق مخزوننا الديني ووفق مخزوننا العقدي نتعامل مع هذا يخفف عنا ولعله يرفع عنا البلاء